واضح جدا انه لم يحدث تغير جوهري في السياسه الخارجيه الامريكيه. وبالتالي السؤال هو لماذا اخفق اوباما، على الرغم من ان موجه تغيير كبيره هي التي اوصلت شخص ما كان احد يتوقع، شخص من اصول زنجيه ومن اصول اسلاميه، ويعني كل العوامل التي تجعله اخر من يمكن. انا شفت في احد المشاهد التلفزيونيه جيسي جاكسون وهم اظن جيسي جاكسون وهم بيعلنوا النتائج بيعيط والدموع تتساقط من عينيه، لانه اظن هو مش بس كمرشح انما يعني ولا في اقصى الاحلام جنوحا انه يبقى حد اسود يمكن ان يصبح رئيسا للولايات المتحده ويدخل البيت الابيض. فكان ده اذا وصول اوباما في حد ذاته الى السلطه في الولايات المتحده الامريكيه كان مؤشر على انه هناك يعني تيار دافع للتغيير. وبالتالي انا اظن ان الاخفاق الحقيقي لاوباما هو اخفاقه، وكما يقول فواز جرجس في كتابه عن الحق، انه اخفاق في تغيير النظام السياسي الامريكي الذي اصيب بعطب شديد، وتسيطر عليه اللوبيهات وتسيطر عليه الكومبلكس الصناعي الراسمالي او العسكري، الصناعي العسكري. هو هذه هي الاشكاليه، انه الرئيس الامريكي قد يكون له توجهات نحو التغيير، ولكن ما لم ياتي هذا التغيير من ما لم تستطع تحدث تغييرا في بنية النظام الأمريكي نفسه، فلا تستطيع أن تحدث تغييرا مماثلا في السياسة الخارجية الأمريكية.